افريقيا. كره الى الامام لقدور بالجلالي، استلام في العمق، كره خطيره الان لفريق الاتحاد، يوسف بليلي، بليلي جول جول بليلي يا فنان. يوسف انطلق كسام، هذه المره يعاقب بوشار ويعاقب فريق الوفاق على خطأ فادح في التموقع، على خطأ فادح في التغطية. كرة مثالية من ابن وهران، يمر بسرعة البرق ويضع كرة في المرمى ويضع فريق الاتحاد في المقدمة وفي استباقية النتيجة. يوسف بليلي يا فنان، يوسف يا مهاري، يقدر بالجلالي هو الأكثر فنا وإبداعا، متعة وإقناعا، هكذا فعلوها أمام العلمة، ولكن اليوم يرددونها، رددوها وكرروها أمام فريق هو المتسيد للهضاب العليا ومتسيد للكرة الجزائرية. نشعر بتوازن في وسط ميدان فريق الاتحاد مقارنة مع لقائه سابقين أمام مولودية العلمة. زينو فرحات، فرحات زينو يمر، فرحات زينو التوزيع، وكرة خطيرة لعودية، وبليلي، وبليلي الثالث، بليلي وعودية بالرأس، وكرة في المرمى، نعم جول. محمد لامين عودية يسجل ولا يفرح، يسجل ولا يفرح. ساسوكي ساسوكي ساسوكي، هاي الكرة في المرمى، يبتهج مع الأنصار وهو الذي يسجل في مرمى فريقه السابق، ولكنه احتفل احتفالا بسيطا مع الجماهير. أقول ساسوكي، وسيلقبك كل أنصار السوستارة طيلة نهاية الموسم بساسوكي، مثل ما لقبت أسامة شيتا بيكوتي. هذا هو محمد لامين، زيما محمد.